مستوى جامعة أسيوط النهاردة مختلف تماماً عن الماتش الأولاني. مركزين، قلقانين، خايفين. جامعة دمياط الماتش الأولاني كانوا مركزين أكتر من الماتش ده، مع التوتر والخوف من توديع البطولة. مباراة مش سهلة، أول مرة جامعة أسيوط تبقى في الموقف ده. الهدف الذهبي، الهدف الذهبي قدرت أجاوب على السؤال وأخد 25 نقطة لجامعتي. بعد ما أحرزت أول هدف كنت أتمنى أن حد من الفريق يجاوب إجابة صحيحة وناخد 25 نقطة، بس خير إن شاء الله ولسه قدامنا فرصة في عجلة الحظ. تحت الضغط الحمد لله قدرت أن أجاوب على 5 أسئلة، السكور رجع شوية بعد تحت الضغط. الحمد لله قدرنا ناخد ضربات الجزاء ونبعد شوية تاني بالسكور. محدش عارف ماتش النهاردة هينتهي إزاي، عجلة الحظ و4 أسئلة، وهنشوف ماتش النهاردة هيخلص على إيه.